ليش عجبوا الغاز؟ تعال يعني بالله زحمه تعال. شنو اللي صار؟ شلنا احنا المنطقه القديمه هسه لا شغل ولا عمل، ماكو ناس وانقاض وحال ومصايب وهام وغام، ويجي الافندي حجب حصه حجب حصه. يا اخي انت تشتغل لما تشتغل؟ ليش حجب حصه؟ ليش حجب حصه؟ لان شاف مثلا تنور منطفي او شاف فرد شغله، يعني ما تعرف مزاجيات. حجب حصه، اي حجب حصه هذا. اما الاربع ملايين برميل اللي عاد تطلع وتغادر البلد، هذا ما هيقدر احد يعني يحكي بيها. او انت شو طالب من عاده الحصه مالتكم؟ اي ايش ما طالب، هي الحصه اساس الفرن. ايش قد حصتك انت؟ تسع براميل. ايه تسع براميل. لحد الان انطوك ما انطوك؟ لا لا احنا كان عينطونا، بس جاء شاف في يوم الايام طلع انه الفرن ما يشتغل. ايه راسا حجب حصه. ايش صار عندي؟ صار كذا. ايه ما يعرف هاي الامور. وما الا يوم واحد بس. اخي ما يعرف هاي الامور. اللي ايده بالماي ما مثل ايده بالنار. ما تقول انت؟ صحيح والله. شو تقول؟ والله هاي كان يوم نحن معدلين بالفرن، لازم الاخ هون لازم يشتغل شويه، لما ناس ما تحترق ما النفط يجي يحجز النفط. ليش؟ قدامي هسه قدره شرائيه. ما ايش قالوا قدامك؟ ايش قالوا؟ قال ليش معزل؟ قال له اليوم ثانيه ما اشتغل، ثانيه ما اشتغل، بس ما اشتغل. طب الشعب ماكو قليل. احنا في طور التعمير بعد. هذا الفرن فتنا عليه مهجوم، يعني شركه ما ترجعه. هم المهجوم هو. اي بعده في طور التعمير. اقول له يا اخي اكو امور بعد لازم نكمل، لازم ما يعرف. شنو اللي الجمله الاخيره قال لك اياها؟ حجب راس الحجب. حجب 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 حصه مال شهر كامل. شو تسوي انت على مود ترفع الحجب؟ قل لي. ما نقدر نسوي كل شيء. ما قال لك سوي فلان فلان شيء. نرجع نفتح يعني يجي يشوف الفرن عايش يشتغل وكلاواتي كلها. هسه ثلاث ارباع الايسر معزل ويستلم حصه. خلي يروح على الايسر يعزل من الايسر. احنا انتقلنا حاليا الى فرن اخر، فرن للصامون، تشوفوه مقابلكم. دائما انا انقل الواقع والصراحه والحقيقه. اليوم بس لحظه حد. اليوم هذا غاز، هذا شوف راح اخلي ايدي بطنه، هذا نفط ابيض او غاز وايل. لا ابيض. نفط ابيض؟ نفط ابيض. هذا برميل، برميلين، ثلاثه اربعه. خلي نسال الرجال. مرحبا حجي، تعال يمي. وعليكم السلام. والله ذولي بالله العظيم بالله العظيم البيحه ذولي 225 يطلع البرميل 112 ونص. نفط الابيض. نفط الابيض هاي البرميلين. من السوق السوداء اشتريته؟ من الناقل. ناقل؟ اي نعم. حي الله واحد يجي. حي الله واحد يبيع. يبيع. هذا مو سوق سوداء؟ اشو مو سوق سوداء؟ اشو مو سوق سوداء؟ نحن يعطونا ال 2000، ال 2000 ما تكفي. تكفينا ايش قد؟ 22 يوم. ايه. ال 8000 نحن نشتريه على حسابنا. ايه. حكي الجمعه نفتح. نطالب من كل مسؤول، من وزاره النفط، من الحكومه المحليه ان تساعدنا وتنظر بهاي الامور. هذا رزاق، دعم لازم للشعب، الفرن دعم للشعب. فنطالب من كل المجهولين بان ينظرون هاي الواقع. هسه هاي البرميل اشتريت ايش قد يكفيك البرميلين؟ البرميل يكفيني تقريبا يومين، بين ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ ثلاث ايام البرميل. العشرة مونات ليش تبيعها؟ 16 بلب. 16 بلب، ايش قد وزن الصمونه؟ 75 غرام. والماشي عليه 100 لو 75؟ والله الماشي كله هنا 75 غرام.